ديك انت يا عاد عرفتي بنفسك وعليه أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. معنا هاد الأم اللي عندها الإبن ديالها اللي مريض بالتوحيد. غادي نعرفوا مجموعة الحوايج من عند هاد الأم اللي عندها واحد المعاناة كبيرة كبيرة والإبن ديالها كيبلغ 6 سنوات. غادي نعرفوا من عند هاد الأم هادي. مرحبا بك لالا، عاود لينا المشكل ديالك لالا. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. رفعي الصوت ديالك إذا سمحتي. السلام عليكم خويا. نعم لالا. خويا أنا أمان ناجي. نعم. عندي ولد واحد. الله يخلي لك لالا. عندي اما هو مريض. نعم. ما تيهضرش. عنده التوحد. نعم. عنده النقص في الدماغ. عنده التوحد وعنده نقص في الدماغ. نعم لالا. عندي مشكلة من نهار تزاد وانا دايرة لا بحال كيعييت. عندي الكوش، عندي كوش تنديرو. نعم. من حد هو تزيد وهو تزيد تصعب عليا. نعم. من نهار اللي تزاد انا عندي المشاكل معاه ما ولدتوش عادي، ولدت بالفتيح. نعم. تفتيح كبير. نعم. وعندي مشكله، انا عايشه ازمه كبيره. نعم. نعم لا كاين المباشر شنو لا ها قولي. بحال هكا وبغيت المحسنين يعني. واخا بغيت نسولك منين ولدتي ولدك انت عارفاه؟ لا قربي الميكرو الله يخليك. ما كنتيش عارفه الابن ديالك بحال هكا. وقتاش اكتشفتي بانه راه مريض؟ ما اكتشفتش غير عامين ونص. تدا عامين ونص عاد اكتشفتي. ملي كان في هذه المرة هذه شنو كان كيدير؟ شنو كان كتلقى يغوت ليا وكتيبكي تيقول لي خويا خرجي برا دير لك الراس. انت ما عايشاش مع راجلك؟ لا من نهار اللي تزاد وانا عايشه مع اخويا. مع خوك من نهار اللي تزاد؟ راجلك مسامح فيك؟ سامح فيا ديك من نهار اللي كنت حامله. خرجت عندي شهرين. كنتي حامله ومن ملي كانت عندك شهرين؟ خرجتي. خرجتي. عليا الحوايج. نعم. علاش بالك الحوايج؟ جيت لدارنا كان اول رمضان. نعم. تكاري انا ويا بيت كانت خلص تنقضي وداك الشيء ندير لدارنا راسي بيه. نعم. ديال هو يبيع عليا الحوايج. نعم. بيع عليا هادي. بيع عليا الموعد كلهم. جيت من جيت من دارنا. نعم. لقيت الموعد كلهم بيوع. نعم. ودي يوم بيع لي حوايج قال لي هزي حوايجك وسيري بحال هكا اللي بقى عندك. هزي عابي لي السوق وخرجي وسمحي سمحت فيه وبشي. هذه العائله ديالك او خوك اللي قلتي لي؟ نعم. اللي ساكنه معاه؟ نعم. هي هزي حوايجك انا نجي نديك دابا. جا مني قعدت قعدت هو جالس معايا انا جالسه معاه حتى نهار اللي مات. هذه السنين وانت جالسه مع خوك. هو وراجلك عارف عنده ولد؟ عندي. عارفها؟ ها. وما ما 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 تقاك ما رحمك ما والو؟ ما تعتقنيش. نعم. تعتقني ما تعرفنيش. ما تعرفنيش مرة. من بعد عامين قلتي ان من بعد عامين ونص اكتشفتي الابن ديالك انه عندي التوحد. عندي التوحد. مشيتي عند اطباء قال لك راه التوحد مشيتي عاودي لنا هادشي كامل. مشيت عند الدكتور هنايا في فيلان قال لي عند ولدك التوحد. نعم. مشيت عنده تبعت عنده طيب صيفطني على الدكتوره الواد غير في الرباط. نعم ما تقولش اسماء الله يخليك. نعم. روح الدكتوره في الرباط. نعم لا. تبعت عندها كانت شي صيفطني المحسن تيعاونوني. نعم. مشيت عندها دارت لي هذه قالت لي ديري درت الشبكه من عندها فابور. نعم. ولا صيفطتني قالت لي ديري السكانير ديري هذه اجت عند واحد الدكتور سبيطار الغابه. نعم سبيطار الغابه. نعم. وقف معايا دار لي السكانير فابور. نعم. دار لي جميع الراديوات كلهم فابور. الله يجازيه بخير. الله يرحم صحته ويطول له في عمره. نعم. واحد الدكتور قال لي عندك الترويض عندك 24 حصه. 24 حصه. وشحال حصه كدير؟ 4000 ريال في الساعه. 4000 ريال الساعة وخصو 24 ساعة ولا 24 ساعة؟ ساعة واحدة خصو. ساعة. ساعة ب 4000 ريال. كل ساعة ب 4000 ريال بمعنى أن 200 في 24. نعم. من كمل مشيت عندهم هذاك الشيء قال لي ما خصكش تكملي معاه. نعم. ما عندك بزاف هذاك الشيء ما خصكش تحبسيه. شكون قال لك هذا الشيء؟ الدكتورة في السبيطار الغابة. نعم. قال لي بزاف عليك. نعم. ديتي ما عندكش وخصك اللي يعاونك على هذا الشيء خصو خصك الترويض على جوج مرات. نعم. قالت لي خصك ترويض على ديال برا وترويض هنا في سبيطار الغابه قالت لي انت عندك عام راه سمعت
نعم ساعه عندها ونص ساعه ولا ما كانوش السبيطار غاب. نعم تمشي عندها قالت لي حبسي ما نديروش لك. علاش؟ قالت لي عنده خصو 3 ايام في السيمانه ماشي نهار واحد. فهمت، لان خصك واحد داخل المستشفى ديال المخزن وواحد خارج ديال المشفى. فهمت. نعم لا وهذا هو المشكل. ودابا شنو كتقولي المحسنين والجمعيات؟ المحسنين انا بغيتهم يعاونوني. نعم يعاونوني عليه، بغيت نقري عندي ليكوش. نعم عندي مصروف بزاف، متي خاصو اي حاجه خاصه، انا عايشه في دار مع خويا عايشه في العادات. نعم خاصهم يعاونوني عليه، وبغيت نقريه وبغيت نكمل له الدوسي ديالو باش يتعاون مع باش نعاونو في الطبيب، خاصو الدواء باش يتهدى. تيقي يغوت ليا. نعم الجيران تيقي خاصهم، الجيران تيهز تيقي يعايروني. نعم تيقولك ولدك حماق تدير شي بلاصه تسدعتينا في ولدك. هذا هو المشكلة. عييت ديتو الراوند ما قبلوه، ديتو المدرسة ما قبلاتو، حتى حاجة ما قبلاتو ليا. شو هاد الحل أنا غندير معاه؟ عييت شو هاد الحل؟ عندي عا هو هاد الدوسي ديالو كلشي عندي، طالب لي ريم باش نديرو 90 ألف ريال، أنا ما عنديش. نعم شو الحل؟ دخلت الراو ديالك ما نشدوش ليك، قلتي قاعدو بعديتو في بيت كيخافو كيضرب الدراري. اه تيضرب الدراري تيبقى يضرب. نعم انا شوف عاف الدار اش يدير الدار. نعم تبقى يضرب ويجر تحجم تيخليها، يخرجوا الزنقه تيضربوا الدراري تيحيدوا له الحوايج طلقوه. ديك النهار عريو وجا عندي تيبكي، طالبه بعد محسنين يعاونوني عليه. شي حاجة ما باغيها، الله يطول في عمر سيدي، هادشي اللي بغيت. نعم بغيتهم يعاونوني يا خويا، أنا بغيت أنا ندير السكوت ديالي عايشة مع خويا عايشة العذاب. نعم بغيت نجي عندي نعم كمل. جا عندي الباحث صور داكشي قال له ما تدخلش عندي خليني بيتا. ماشي مشكل داكشي ما نهضروش عليه، هذاك المشكل ما نهضرو. نعم لا هذا هو الحل عندي، قالك ما يدخل حتى واحد عندي. فهمت واخا لا من البارح وانا بالبارح ماشي مشكل دابا ما عرفتش على داكشي، ما عرفتش نهضر على داكشي واخا لا اوريدي. كيف ما تابعتوا معنا المتابعين الافاضل، هذه السيده الام اللي كيف ما تابعتوا معنا المتابعين الافاضل، هذه الام اللي عندها ابن ديالها اللي مريض بالتوحد كتطلب القلوب الرحيمه وتناشد القلوب الرحيمه انها يعاونوها، فالرقم ديالها كاين في صندوق الوصف، فكتطلبهم وكتناشد جميع المغاربه من داخل المغرب وخارج المغرب انهم يعاونوها في الطفل ديالها اللي كيبلغ العمر ديالو 6 سنوات وهو اللي عندها، وكتقول ان الاب ديالو مسامح فيه. كيف ما تابعنا متابعين الافاضل فالرقم ديالها كنعاود نقولها، الرقم ديالها راه كاين في صندوق الوصف. وشكرا للمتابعه وتبارك الله عليكم، كما كنتمنى ان هذه الحاله كنتمنى انكم تبارطاجيوها لان كتستحق انها تبارطاجا. شكرا لكم مره اخرى والى اللقاء.